أهداف خيالية سجلت من مسافات بعيدة في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. نرى الكثير من الأهداف في عالم كرة القدم والتي تبدو رائعة للغاية، ولكن أروعها هي التسديدات القوية التي تنتهي في الشباك لتعلن أهدافا جميلة ومميزة وتكون فرحة لأي فريق. وبالطبع هذه الأهداف مميزة عن غيرها لأنها تحتاج فقط إلى تسديدة قوية وقناص ماهر. لذا في هذا الفيديو سنشاهد أهدافا خيالية سجلت من مسافات بعيدة في عالم كرة القدم. لنبدأ. هذه الكرة المميزة من بعد منتصف الملعب بقليل يقوم بتسديد هذا اللاعب بهذا الشكل لتسقط وتباغت حارس المرمى، وبالطبع هذا الهدف ليس عاديا لأنه هدف لتتويج في بطولة. شاهدوا روعة وجمال هذا الهدف المميز من إمضاء هذا اللاعب. أروع وأجمل الكرات التي من الممكن أن تراها، فبعد هذه الركنية وصلت الكرة من المدافعين إلى هذا اللاعب الذي كان يقف في الخلف، فقام بتسديد الكرة على الطائر بهذا الشكل المميز لتسكن الشباك بطريقة رائعة جدا. الجميلة من إيسين لتسكن شباك حارس برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. كرة في غاية الروعة والقوة يسددها هذا اللاعب من هذه المنطقة لتنحدر بزاوية قليلة وتسكن على يسار الحارس بعد أن ترتطم بالقائم. هنا وفي هذه المباراة لاعب ميلان يتقدم بالكرة بهذا الشكل الرائع ويسددها بكل قوته ليثبت الحارس مكانه ولا يتحرك أيضا لصدها. كرة قوية ومباغتة في غاية الروعة. كرة في غاية الجمال والروعة من لاعب المنتخب الهولندي، فانظروا كيف تقدم وقام بتسديد الكرة من هذه المنطقة البعيدة، فلم يستطع الحارس التعامل معها ليجدها فقط ملقاة في شباكه. حرة ثابتة من هذه المنطقة وبشكل جميل تلتف بهذا الشكل مغيرة اتجاهها لتسكن شباك هذا الحارس. هذا الهدف الحاصل على جائزة بوشكاش 2015. رونالدو يقوم باستلام الكرة ويقوم بترويضها، ثم يرسل هذا الصاروخ الذي انتهى فقط في شباك هذا الحارس بهذا الشكل. هنا لاعب المنتخب الأرجنتيني يستلم الكرة ويقوم بترويضها على صدره بهذا الشكل ويسدد ليرسل هذه الكرة الجميلة إلى الشباك مباشرة. انظروا إلى روعة هذا الهدف المميز. هذا ما نراه دائما من روبرتو كارلوس صاحب القدم القوية، ومن هذه التسديدة يباغت حارس المرمى ويضع الكرة في الشباك بهذا الشكل المميز. يتقدم اللاعب رونالدينيو ولم يستطع أحد افتكاك الكرة منه ليقنص بقدمه بهذا الشكل ويضع كرة في غاية الروعة في الشباك. كرة ولا أجمل من اللاعب توني كروز على فريق سيلتا فيغو، فعندما استلم الكرة قام بتقدم قليلا ثم تسديدها بهذا الشكل لتدخل في الزاوية 90 مباشرة. تسديدة قوية من ركلة حرة ثابتة يقوم بتنفيذ هذا اللاعب بكل إتقان لتباغت حارس المرمى وتدخل في الشباك. بصراحة من أقوى وأجمل الأهداف بوجه القدم من هذا اللاعب، فانظروا كيف بوجه قدمه قام بضربها بهذا الشكل لتتقوس وتنزل هدفا رائعا إلى الشباك. كرة ولا أجمل من قائد الريدز ستيفن جيرارد بهذه الكرة القوية التي رجعت من الدفاع فلحق عليها وقام بضربها بهذا الشكل المميز لتدخل هدفا في الشباك. هدف مميز من اللاعب محمد صلاح الفرعون المصري
الذي تقدم من أمام لاعبي تشيلسي وبقدمه اليسرى قام بتسديد هذه الكرة القوية لتسكن على يمين الحارس بهذا الشكل المميز. لا تستطيع أن تعرف هل هذه تسديدة أم تعريضة للكرة، لكن في النهاية التفت الكرة بهذا الشكل ودخلت هدفا على يمين الحارس. يمكننا رؤية الجمال والإبداع بهدف لاعب تشيلسي هذا، فبعد أن وصلته الكرة من زميله قام بتسديدها بهذا الشكل لتذهب على يسار الحارس هدفا ولا أروع. يتقدم هذا اللاعب بالكرة وقبل أن يصل إلى منطقة الجزاء بقليل قام بتسديد صاروخية قوية انتهى أمرها في الشباك لتعلن هذا الهدف الرائع والجميل. يا لجمال وروعة هذا الهدف من اللاعب كاسيميرو على لاعبي نابولي. تصل الكرة بهذا الشكل إلى هذا اللاعب ليقوم على الطائر بتسديد هذا الصاروخ القوي للغاية الذي لم يستطع لا الحارس ولا المدافعون بالخلف التعامل مع الكرة لينتهي أمرها في الشباك. ترجع الكرة من الدفاع بهذه الطريقة لتعود إلى قدم هذا اللاعب الذي قام بتسديد هذا الصاروخ القوي للغاية لتدخل الكرة في الشباك برونق جميل ورائع جدا. هنا هذا اللاعب يستلم الكرة ويقوم برفعها ثم يلتف بهذه الطريقة الجميلة، وهذه التسديدة القوية لتسقط الكرة في الشباك بهذا الشكل المميز. يمكنكم رؤية هذا الهدف الجميل من اللاعب ستيفن جيرارد بهذه الطريقة الجميلة، ومن خارج منطقة الجزاء قام بتسديد هذه الكرة القوية لينتهي أمرها في الشباك. لا يمكن ألا تصفق على هذا الهدف الرائع، فبهذه التسديدة القوية على الطائر قام هذا اللاعب بوضع الكرة بالشباك بشكل جميل ومميز. يتقدم هذا اللاعب في وسط الملعب وقبل أن يصل إلى منطقة الجزاء قام بتسديد الكرة ليباغت حارس المرمى بهذه الكرة الجميلة الذي ثبت حارس المرمى وهي تدخل في شباكه. كرة في غاية الجمال والروعة من لاعب تشيلسي في شباك فريق أرسنال، فانظروا إلى هذه الالتفافة الجميلة والكرة المميزة جدا. يبدو أن الأمر أروع من تسديدة قوية، إنها قدم صاروخية من اللاعب البرازيلي الذي سدد هذه الكرة الجميلة لتنتهي في الشباك. حتى يورجن كلوب أبدى ردة فعله على هذا الهدف من هذه المنطقة من وسط الملعب، فمن ضربة حرة ثابتة قام هذا اللاعب بإسكانها في الشباك. خرج الحارس وقام بإخراج الكرة برأسه بهذا الشكل مما أدى إلى أن جعل مرماه فارغا، فقام هذا اللاعب من وسط الملعب على الطائر بتسديد الكرة بهذا الشكل الجميل ليضعها هدفا في هذه الشباك الخالية. كان واين روني يفكر بطريقة رائعة عندما بدأ فريقه هذه المرتدة، فلم يستطع الحارس الرجوع إلى الوراء بما فيه الكفاية لالتقاط كرة واين روني التي دخلت هدفا في الشباك. من منتصف الملعب يسدد اللاعب هذه الكرة القوية جدا لتسكن مرمى هذا الحارس، فانظروا إلى هذه المسافة البعيدة التي سدد منها هذا اللاعب الكرة لتسكن هدفا في الشباك. يتقدم لاعب مانشستر سيتي كومباني بهذا الشكل ويقوم بتسديد الكرة لتدخل هدفا رائعا ومميزا في شباك فريق تشيلسي. ركلة حرة ثابتة ورائعة للغاية من اللاعب جونينهو بهذا الشكل الرائع تلتف الكرة وتغير اتجاهها قليلا لتباغت حارس المرمى وتدخل هدفا مميزا. أحد أجمل وأروع أهداف أسينسيو على فريق برشلونة، يمكنكم مشاهدة هذا الهدف الجميل الذي أوقف تير شتيغن في مكانه. من وسط الملعب يقوم هذا اللاعب باستلام الكرة جيدا وترويضها ليقوم بتسديدها بهذا الشكل الرائع لتلتف وتدخل هدفا جميلا جدا. لن تصدق هذه الكرة الجميلة من منتصف الملعب من هذا اللاعب كيف قام بها بمباغتة لاعبي أتلتيكو مدريد بطريقة جميلة جدا. كرة في غاية الروعة بعد أن وصلت اللاعب بافارد
ليقوم بتسديدها خارج منطقة الجزاء لتدخل هدفا في شباك المنتخب الأرجنتيني. هدف قوي ورائع جدا من هذا اللاعب بعد أن وصلته الكرة من الدفاع ليسدد الكرة على الطائر بشكل جميل جدا لترتطم الكرة بالعارضة وتدخل في الشباك هدفا مميزا. تسديدة قوية ورائعة جدا من هذا اللاعب لتصل إلى الزاوية 90 مباشرة. شاهد روعة هذا الهدف من لاعب المنتخب الهولندي. هذه المباراة لفريق يوفنتوس ترجع الكرة بهذا الشكل المميز إلى اللاعب بوجبا فيقوم بترويضها جيدا ثم تسديدها بكل قوة ليرسل كرة رائعة جدا إلى شباك هذا الحارس. يمكنكم رؤية هذا الهدف الجميل والرائع من كريستيانو رونالدو قبل وصوله إلى منطقة الجزاء، تسديدة قوية تنتهي بأحضان شباك هذا الحارس بهذا الشكل الرائع. يستلم هذا اللاعب الكرة بهذا الشكل ويقوم بتسديد كرة قوية ورائعة للغاية على شباك هذا الحارس لتدخل هدفا بهذا الشكل الرائع. يستلم هذا اللاعب الكرة على صدره ويقوم بترويضها ومن ثم تسديدها بكل قوة لتنتهي على يسار الحارس في الزاوية 90 مباشرة. هنا هذا الهدف المميز والجميل من لاعب أتلتيكو مدريد على فريق برشلونة، فبعد أن استلم الكرة قام بالالتفاف بهذا الشكل وتسديدها بكل قوة لتسكن الشباك. قام هذا اللاعب باستغلال غباء حارس المرمى وتقدمه ليرسل هذه الكرة القوية التي سقطت في الشباك مباشرة. هدف رائع جدا. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبورت.